كانت في عيونهم الفردوس المفضول الذي لا بد أن يستردوه حاملين رايات النصر والعودة. وكانت الذكريات مؤونة الشعب الأسطورية. تنقل الدكتور أيمن حمودة في بيت دجن وأزقتها، جننها، بيرها، حاراتها، ثم انتقل إلى يافا وبرتقالها وعلاقاتها مع العالم من خلال تجارة البرتقال الذي كان وما زال رمزاً لفلسطين في كل بلاد العالم. أما عن عبق الشهداء، شهداء بيت دجن على طريق النضال، فقد سقط منهم الكثير عام 1948 حيث مذبح الدير ياسين وخروج أهلنا من البلدة. فمن لم يسقط بسبب نضاله سقط وهو في الحافلة أو الشاحنة برصاص العدو الصهيوني. وفي 30 من نيسان عام 1948 دخلت جيوش العدو لاجتياح اللد والرملة والقرى المحيطة لمدينة يافا مثل بيت دجن والسافرية ويزور وسلمة والخيرية وساقية وكفر عامة. نرحب الآن بمعالي الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران الذي سيقدم لنا كتاب الدكتور أيمن، فليتفضل مشكورا. الدكتور إبراهيم بدران الذي سيقدم لنا كتاب بيت دجن، إضافة إلى درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، إلا أن له اهتمامات واسعة خارج نطاق دراساته العلمية مثل مشكلات العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي نحو استراتيجية وطنية للثقافة المجتمعية والنهضة وصراع البقاء وغيرها. وهو عضو في منتدى الفكر العربي وجمعية أصدقاء البحث العلمي. شغل الدكتور إبراهيم بدران عميداً لكلية الهندسة في جامعة فيلادلفيا منذ عام 2000 إلى 2007 ووزيراً للتربية والتعليم. يعمل حالياً مستشاراً لرئيس جامعة فيلادلفيا للعلاقات الدولية وأستاذ الهندسة الكهربائية فيها. نرحب جميعاً بمعالي الأستاذ الدكتور إبراهيم بدران لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. مساء الخير. شكرا سيدتي الكريمة على هذا التقديم. وحقيقة أني أشعر بالسعادة أن أكون بين هذه المجموعة المتميزة والمهتمة بالفكر والأدب والثقافة، كما أني أشعر بالسعادة أن أتحدث عن كتاب متميز هو كتاب بيت دجن يافا لمؤلفه الدكتور أيمن حمود. وهذا حقيقة كتاب متميز منذ البداية، فهو يؤرخ لحياة قرية فلسطينية بكل تفاصيلها الجغرافية والتاريخية، وقبل ذلك بكل تفاصيلها الإنسانية. وهو ليس مجرد ذكريات عن قرية بقدر ما هو بحث مستفيض ومعمق بكل متطلبات البحث الدقيق، ولكنه يفيض بالمشاعر والحنين. فالمؤلف لا يزال يرى بيت دجن في عيون الحب والعشق الذي قالت فيه الشاعرة زينب حبش: أحبها لأني أموت كل يوم ألف مرة من أجلها. ولا يزال المؤلف يرى بيت دجن في عيون والده ووالدته وأولاده وبناته وفي عيون الآخرين، حتى أصبحت القرية قرية بيت دجن غير قابلة للنسيان. وهو إذ يكتب عن بيت دجن فإنه يريد أن يعكس ما فيها من حياة كانت غنية في الماضي، وتجددت هذه الحياة في عقول وقلوب الأجيال الناشئة. وهو أيضا يريد أن يقف في
بوجه المحاولات الصهيونية التي تسعى لأن تدفن تاريخ فلسطين وتدفن جغرافية فلسطين وتدفن تاريخ السكان وحضارتهم العربية. فالاغتصاب الصهيوني هو الأبشع على مدى التاريخ، لأنه لا يقتصر على الأرض بل يمتد إلى الزمان والمكان والتراث. ويسعى أيمن حمودة إلى إفشال هذه المحاولات الصهيونية لمحو الذاكرة الفلسطينية. ولا يكتفي المؤلف بالحديث عن القرية وأهلها، وإنما يبحث في عمق ارتباطهم بالأرض من خلال رمز حيوي في قلب كل فلسطيني، وهو شجرة البرتقال التي أصبحت رمزاً للأمل والحياة والجهد والعطاء، كما ويبحث في نضال أهالي القرية من أجل بيت دجن ومن أجل فلسطين ضد الاغتصاب الصهيوني البغيض. من الناحية البحثية، فإن الكتاب يعبر عن جهد بحثي معمق، سواء من حيث المراجع أو الهوامش أو مصادر المعلومات أو المقابلات، بحيث يدرك القارئ مدى الجهد الذي بذله المؤلف ومدى ما لديه من صبر على تحمل المشقة والعنت للوصول إلى التفاصيل. إضافة إلى ذلك، فإن الكتاب يتضمن أسماء 478 مدينة وقرية فلسطينية احتلتها إسرائيل وأجبرت سكانها على مغادرتها عام 1948. ومقابل كل قرية ذكر الكاتب التاريخ الذي تم فيه تهجير السكان، ولم يغفل الكاتب الخرائط والمخططات التي توضح موقع القرية وسبل الوصول إليها، إضافة إلى نقطة أعتبرها دائما هامة، وهي مسألة الفنون الشعبية والوطنية. فلم ينسى المؤلف أن يورد أمثلة ونماذج للفنون الشعبية وخاصة الملابس لقرية بيت دجن، فأعرض نماذج من الفنون المتمثلة بالملابس النسائية. وأيضا يضم الكتاب صورا متنوعة يعود تاريخ بعضها إلى 100 عام، ونحن حينما نتذكر 100 عام كيف كان التوثيق والتصوير في ذلك الوقت، فلا شك أنه بذل جهدا كبيرا للوصول إلى هذه الصور. لم تنفصل تفاصيل قرية بيت دجن في عقل الكاتب وخياله وفي بحثه وتقصيه عن القضية الفلسطينية بكاملها وعن النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني بكل وحشيته. ولذا استعرض الكاتب كل ذلك، حيث تناول البعد الوطني والسياسي والدولي في أكثر من موقع، بل في كل مناسبة يكشف الكتاب ذلك الغش والتزوير الإسرائيلي للحقائق ومحاولة محو الذاكرة الفلسطينية والذاكرة العربية من خلال فيض المعلومات المضللة الكاذبة التي كانت تطلقها ولا تزال آلة الاحتلال وآلة الإعلام الإسرائيلية، ولا تزال تفعل ذلك حتى اليوم بهدف أن ينسى الفلسطينيون بلادهم وينسى العرب فلسطين. وهذا ما يحاول الكتاب أن يقف أمامه بكل قوة ومهارة. وهذا يعطي للكتاب أهمية خاصة، لأن الدخول في تفاصيل القرية بعائلاتها ورجالاتها ونسائها وأزقتها وشوارعها وبساتينها وفنونها ونضال أبنائها وبناتهم وبناتها وحنينهم الدائم إليها وإصرارهم على العودة إليها،
كل ذلك من شأنه أن يبقي الذاكرة الفلسطينية حية ومتيقظة لتدفع باتجاه استعادة الحقوق مهما كان الزمن صعباً ومهما كانت الطرق وعراً. وبالنسبة لي شخصياً فإن الكتاب يحتل أهمية خاصة لاعتبارات ثلاثة. الأولى القيمة العلمية للكتاب بما فيه من معلومات وجهد بحثي وكشف وتسجيل وتوثيق. والثاني أنه يكمل العديد من الجوانب الإنسانية والمعلوماتية التي أشرت إليها في كتابي قراءات في المسألة الإسرائيلية، والذي سيتم إشهاره في منتدى الفكر العربي بعد يوم غد الأربعاء في 27. والسبب الثالث أن الكتاب الأول أيضاً عن بيت دجن للمؤلف فاز بجائزة جامعة فيلادلفيا لأحسن كتاب مؤلف في عام 2012 بعد أن تم تقييم الكتاب من لجنة متخصصة، الأمر الذي يعكس قيمة الكتاب كما يعكس إضافته المعرفية وأصالته وجدة ما جاء فيه. وأخيراً نحن أمام كتاب متميز ومؤلف متميز وجاد، ورغم أنه طبيب فالأطباء حين يكتبون يكون الجانب الإنساني لديهم بارزاً في كل كلمة وفي كل سطر، وذلك لم يغب عن مؤلفنا الكريم. إنه مؤلف جاد وباحث ومرموق يستحق الثناء ويستحق أن نلتقي معه في هذه المناسبة الطيبة، وشكراً لك. ثم عميداً لكلية التربية في الجامعة، وهو الآن أستاذ الفلسفة التربوي، ويعمل على تأليف كتاب بعنوان النظام التربوي العربي بين الوهم والحقيقة. نرحب معاً بالدكتور محمد محمود الخوالد لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. سأقول شيئا آخر كتحليل لهذا الكتاب. أولا أيها الأخوة والأخوات، على اختلاف مراكزكم نرحب بكم في هذا الحفل الخير لإشهار هذا الكتاب المتميز لمؤلفه الدكتور أيمن جابر حمود، وهو بيت دجن على طريق البرتقالي والنظام. قد يستغرب الإنسان من هذا العنوان، ولكنه حينما يتفحص هذا العنوان قد يعترف تماماً بأن العنوان ملائم جداً له. ويأتي هذا الكتاب مكملاً لكتابه الأول الذي ألفه قبله بسنوات قليلة لكي لا ننسى بيت دجن، وهذا أيضاً في بيت دجن ولكن بعنوان آخر. وقد حاول فيه بنجاح استثنائي أن يثبت للقارئ وللعالم كله أن فلسطين أرضاً وشعباً وتاريخاً هي عربية فلسطينية بامتياز، من خلال الشهادات الجغرافية والاجتماعية التي ساقها
في فترة ما قبل التاريخ والتاريخ الوسيط والحديث أيضا. ولكن بيت دجن يافا على طريق البرتقال والنضال هي مقاومة بطولية ونضال جديد في مسيرة القضية الفلسطينية التي حدثنا عنها. ومن خلال نموذج لهذه البلدة اللي هي يعني اتخذ منها نموذجا لبيت دجن يافا التي قدمها في سياق جديد ومقاربات متميزة التقطها من الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع والسياسة ونظمها بمدخل يتجاوز عناصر مكوناتها المتفردة وينتهي إلى علم الأنثروبولوجيا الذي يتناول الإنسان والأرض والمعيشة والزراعة والثقافة وأساليب الحياة الأخرى بأسلوب جديد حول فيه العناصر المكونة الساكنة في علم الأنثروبولوجيا إلى عناصر إبداعية ديناميكية متحركة تشهد على حق الإنسان في مراحل حياته المختلفة الاجتماعية والزراعية والتاريخية وأساليب معيشته وتفاعله مع الآخرين ونضاله ضد المعتدين عليه للدفاع عن الذات. وبعد قراءتي لهذا الكتاب يعني بيت دجن يافا الطريق البرتقالي والنضال أشفقت على الدكتور أيمن حمودة وهو ينسج موضوعات هذا الكتاب بكل تفاصيلها وتيقنت من أنه يقوم بعمل استثنائي لأهالي بيت دجن وللشعب العربي الفلسطيني جميعا على ما قدمه من معلومات وحقائق تاريخية وأجل ما كانوا يحلمون به لتحقيقه في حياتهم المستقبلية فوق أرضهم الخصبة المزروعة بأشجار البرتقال رمز حضارتهم وعشق هذه الأرض في حياتهم الآمنة داخل بيوتهم المنتشرة وسط أريج أزهار البرتقال والليمون. ولكن هذا الحلم لم يتحقق لأهالي هذه القرية بسبب التآمر الصهيوني مع القوى العالمية على إخراجهم من بلدتهم الآمنة ظلما وعدوانا. ولكن أراد أن يقول أيمن أن يذكر أهالي بيت دجن الذي ولدوا فيها وما زالوا على قيد الحياة وغيرهم من الأجيال الأخرى اللاحقة الذين ولدوا في الشتات ولم يشاهدوا أو يعيشوا في قرية أبائهم الذين يحدثونهم عنها بقصص وروايات عديدة تبدأ ولا تنتهي. واستطاع الكاتب بمهارة عالية أن يذكر الأجيال القادمة بثلاثة أبعاد عن قرية آبائهم وأجدادهم. البعد الأول بيت دجن من حيث الجغرافية والتاريخ والحالة التعليمية فيها وطرق أفراحها ومعيشتها وثوبها الدجنية الأسطوري المطرز وما ورد عنه وعنها في بطول الكتب تعزيزاً لأهدافه النبيلة وهي إحدى المدن الخمس التي استقرت على الساحل الفلسطيني إضافة إلى عاقر وعراق المنشية وعسقلاني وإسدود وما زالت تحتفظ باسمها الكنعاني الذي يدل على إله الخصب حتى هذه اللحظة فهي عربية في جذورها وفي اسمها وفي مسمياتها أيضا. ثم انتقل الكاتب في بعده الثاني ليتحدث عن طريق بيت دجن يافا القدس أي أن كل الطريق عندما يأتي الإنسان من أوروبا إلى ساحل البحر يافا لابد من أن يمر بدوار بيت دجن الذي كان يشكل دوارا عالميا لكل الجهات المختلفة إلى مدينة القدس مدينة السلام أولى القبلتين للمسلمين مقدسات العالم المسيحي. ويبين أهمية هذا الطريق من المنظور التاريخي والإسلامي والفتوحات الأخرى والقادة العظام الذين سلكوه مثل نابليون بونابرت حينما قائد جيوش فرنسا حينما جاء في حملته
على مصر وفلسطين. وابراهيم باشا حينما جاء لنجدة القائد الفلسطيني ظهر العمر الذي تصدى لقوات نابليون في عكا، وأهمية هذه الطريق لتسهيل البريد العالمي ومرور قيصر ألمانيا والهايم الثاني لزيارة الأماكن المقدسة ووسط أشجار البستنة التي كانت تحيط بهذه الطريق والمهن المختلفة التي كانت تشهد للمدن والقرى التي تحف بهذه الطريق دلالة على حضارته. أما الباب الثالث عرض فيه لقصة البرتقال وزراعة الأرض الخصبة وطريقة العناية به وقصة تصديره إلى أوروبا وفق الشروط الصارمة، استطاع الفلاح الفلسطيني أن يوفرها بكل اقتدار حتى أصبح قطف البرتقال صناعة متميزة تحتاج إلى خبراء وأيادي ماهرة على في قطفه بالمقصات المعينة ونقله في سلات مبطنة على رؤوس الصبايا الفلسطينيات وتصنيفه إلى رفيع ووسط وكبير ولفه بأطباق ورقية ناعمة شفافة بسرعة فائقة كانت أسرع من الآلات الصناعية، ووضعه في صندوق خشبي تصنع في مكان القطف وإغلاقها بكل عناية ونقلها إلى شاطئ يافا لتصديرها إلى أوروبا تحت ماركة تجارية ذائعة الصين تسمى جافا أورج أي برتقال يافا. أما في الفصل الرابع وهو الأخير فعرض فيه النضال في بيت دجن والقرى المجاورة وإسهام هذا البلد في الدفاع عن القرية في مشوار نضالها مع المستعمر الإنجليزي ثم عصابات الصهيونية وعصاباتهم المختلفة كما تعلمون الهجنة وشتيرن والأرجون والبالماخ وغيرهم والإنجليز ونهاية الانتداب وتقسيم فلسطين ومواجهة العصابات الصهيونية والدفاع عن القرية من العصابات التي كانت تهاجم الأهالي في بيوتهم المتطرفة وتهدمها وترتكب المجازر في القرى الفلسطينية المختلفة وإخراج الناس من بيوتهم في القرى المجاورة لبيت دجن في عام 48 وإعلان الكيان الإسرائيلي عام 48 وتشكيل الجيش الإسرائيلي وإزالة المعالم الفلسطينية لتنصب معالمها وهويتها من الخريطة. فما النظام المعرفي الذي يقع فيه هذا الكتاب؟ هذا الكتاب في إطار يقع في إطار علم الأنثروبولوجيا الإنسان، ولكن الدكتور أيمن قدمه بأسلوب جديد تكلم فيه عن الإنسان والثقافة وأساليب المعيشة والأرض والمزروعات ونشاطات اجتماعية أخرى بطريقة مغايرة للحالة الساكنة في علم الأنثروبولوجيا التقليدية، بل حول العناصر المكونة لهذا العلم في هذا الكتاب وجعلها صيغة ديناميكية حيوية متحركة تعبر عن ذاتها بمضامين حركية أو دلالات ذات مؤشرات مترابطة تشكل شهادة حية على الوجود الفلسطيني بعامة ووجود أهالي بيت دجن بخاصة. وبقراءة معمقة لما قدمه الدكتور أيمن في هذا الكتاب قراءة بنيوية لاستخراج دلالاتها الحقيقية من خلال العلاقات القائمة في السياق وارتباط هذا السياق الداخلي والخارج والسابق واللاحق والمتغير والثابت، فإنه جعل منها لغة تصف حالة قائمة وتعبر عن موضوع أو رمزية تختزل معاني عديدة أو تشير إلى منطق تحاور به الآخر لإثبات ما يذهب إليه من فكرة أو قضية أو موضوع، حيث جعل من البرتقال رمزاً للحضارة ودلالة على مدنية المزارع الفلسطيني ومؤشراً على مستوى معرفته ومهارته وتحويل ذلك إلى صناعة اقتصادية ذات ماركة تجارية ناجحة في السوق العالمي حتى الآن.
وبفضل ما كان يملكه هذا المزارع من إمكانات وقدرات مكنته من التكيف مع متطلبات الماركات التجارية التي أعطت البرتغال هذه الماركة وهذه الميزة الاستثنائية. وعندما وثق الدكتور أيمن أسماء العائلات في بلدجان فإنه أكد على الأطر الاجتماعية الثابتة حتى لا يضيع المتغير الذي ينتسب إليها وهم الأبناء في غربتهم وأماكن شتاتهم. وقد أحسن المؤلف عملا حينما جعل من أسماء العائلات إطارا مرجعيا لا يتغير، ولكنه يستوعب أفراد الأجيال الذين ينتسبون إليه بسبب ولادتهم في بلاد الغربة والشتات. وبهذا العمل فإن الدكتور أيمن قد اخترع ما يسمى بيولوجيا بالدي ان ايه الاجتماعي، يعمل على عملا بيولوجيا حتى لا تضيع الهوية الاجتماعية وتشكل مرجعية لتثبيت الأصول الاجتماعية لهذه القرية حتى لا ينفرط عقدها وتتيه في أرض الشتات. ولا شك أن هذا العمل هو عمل أنثروبولوجي جديد يرجع فيه الفروع إلى الأصول التي تدل على الجذور التي كانت ممتدة في بلدجان يافا. وبهذه المحاولة فإن المؤلف قد شكل مقاومة اجتماعية للشعب الفلسطيني الذي تنكره جولدا مائير وأمثالها وغيرها من قادة الكيان الصهيوني المغتصبين للحق العربي الفلسطيني. أما القصص التي ذكرها الكاتب في على لسان أهالي بلدجان في يوم رحيلهم وتشريدهم من بلدتهم مضطرين خوفا من أفعال الصهاينة العصابات الصهاينة التي ارتكبت المذابح والمجازر في العديد من القرى والمدن مثل دير ياسين واللد والرملة وغيرها بهدف إلقاء الخوف والهلع في نفوس الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح طلبا للأمن. فكان المؤلف يقصد به تذكير أهالي القرية بالمحطات المؤلمة في حياتهم يوم طردهم من أعز ما يملكون حتى تبقى هذه الأحداث حية في ذاكراتهم تشعرهم بمرارة النكبة فيزيد من ارتباطهم ببلادهم، لعل ذلك يعمل على تقوية عناصر الثبات والمقاومة السلبية التي فرضت عليهم في أرض الشتات. كما أن الدكتور أيمن وظف الطريق من بحر يافا عبر بيت دجن ودوارها إلى مدينة القدس، حيث جعل من هذه الطريق المدخل الأوروبي من شواطئ يافا إلى الأراضي المقدسة في مدينة القدس، مدينة السلام وعاصمة السماء وما تمر به من مدن وقرى وبيارات البرتقال والبساتين الأخرى التي تمر فيها في وما يمرون فيها من سياح وحجاج للأراضي المقدسة وغير ذلك من عناصر حية أخرى. على طول هذه الطريق من شاطئ البحر في يافا التي كانت تستقبلهم قادمين من أوروبا عبر بيت دجن إلى القدس ماشيا على الأقدام أو بالعربات التي تجرها الخيول أو على ظهور الحرير والبلال وغير ذلك من الوسائل، سالكين هذه الطريق الآمنة وما توفره من خدمات للمارين بها على اختلاف أغراضهم، جعل منها الكاتب شهادة فردية وجماعية على المستوى الحضاري التي كانت تمثله حياة الفلسطينيين في قراهم ومدنهم التي كانت تقع على طول هذه الطريق. فكانت هذه الطريق مقاومة ضد ادعاءات الصهاينة وأكاذيبهم الباطلة من أن الفلسطينيين غير قادرين على استثمار أرضهم الخصبة في فلسطين لأنها يعني امرأة جميلة تحتاج إلى عريس، فكانوا هم العريس لكنها كانت متزوجة بشخص أجمل منهم وأحسن منهم تاريخا وحضارة. فكان هذا الكتاب
شهادة موضوعية وعلمية موثقة من مصادر أوروبية وبعضها يهودي أيضا، وبشكل يشكل برهانا قويا على أن فلسطين حقا عربيا مغتصبا، وينبغي العمل على إحياء الذاكرة الجمعية العربية والفلسطينية لإعادة حقهم المغتصب في فلسطين ولو بعد حين. إن النضال في بير دجل والقرى المجاورة فقد بين الكاتب أن جهود المناضلين في هذه القرية كانت واضحة منذ الثورات المتتالية في فلسطين على المستعمر الإنجليزي وعلى عصابات الصهاينة التي كانت تدرب وتسلح وتحمى من المستعمر الإنجليزي آنذاك، في حين أن الفلسطيني قد حرم من حمل سكين للدفاع عن نفسه. وأسهم المناضلون في بير دجل في ثورة 36 و39 ومقاومتهم للعصابات الصهيونية في أثناء وعد بلفور 1917 وقرار التقسيم 47 وسنة النكبة 48. ولكن هذا النضال غير المتكافئ مع الدعم الإنجليزي للعصابات الصهيونية وغيرهم من بعض الدول الأوروبية وقادتها وغير ذلك من الظروف المساعدة في الاتحاد السوفيتي آنذاك، جعل العصابات الصهيونية بفضل ما يساندها من القوى الظاهرة والخفية أن تغتصب فلسطين التاريخية كلها بفضل نتائج سايكس بيكو وتقسيم الوطن العربي إلى دويلات تحت الانتداب الاستعماري البريطاني والفرنسي والإيطالي وغير ذلك، والدعم الأمريكي بفضل اللوبي الصهيوني ومنظمة الإيباك اللي هي يعني American Israel Publication Affairs Committee. هذه الجمعية الصهيونية الأمريكية عملت مبكرا من أجل أن تدعم هذا الكيان الصهيوني في الولايات المتحدة، ونجاح الصهاينة على المستوى الدولي باستصدار قرار التقسيم سنة 47 الذي أعطى نصف فلسطين للعصابات الصهيونية المتسللة إلى فلسطين تحت شعار الهجرة لليهود المساكين المغلوب عن أمرهم ليعيشوا آمنين في البلاد المقدسة، ولكنهم كانوا قنابل موقوتة فجروها في وجه الشعب الذي احتضنهم في البداية كحجاج آمنين فتظاهروا عليه بمساعدة المستعمر الإنجليزي الذي أعطاهم وعد بالفور وساعدهم على إقامة كيانهم على حساب الشعب الفلسطيني في وقت خطط له بذكاء كان فيه البعد القومي العربي ما زال تحت أنواع شتى من الاستعمار حتى لا يهبوا لنجدة جلدتهم الفلسطينية. ثم عقدوا الهدنة العربية التي ما زالت طبعا تحت للبلاد التي ما زالت تحت الاستعمار لكي يمضي الصهاينة في إنشاء دولتهم بسلام، واستمر ذلك حتى 67. وهنا المشكلة، فقررت إسرائيل والدول الاستعمارية من خلفها أن تحتل باقي الوطن العربي، فاحتلت سيناء من مصر والجنوب من سوريا والضفة الغربية من الأردن، وعملت على إيجاد يعني ما يكبه مصالحة بين اليهود وبين العرب على أساس وهم، فأرجعت أخذت سيناء وأرجعت سيناء وعملت سلام، وكانت أخذت الجولان وترجع الجولان وظلت يعني زي وديعة رابين وكانت ترجع، ولكن يعني مع الأسف الشديد الآن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعانون لأن في الضفة الغربية أراضي متنازع عليها وليست محتلة، لذلك هي تأخذ يوما في كل يوم
مستوطنة وأخرى وثانية وثالثة ورابعة بحجة هذه الأشياء. أنا والله أنا خلص بس ما بدي لأنه هدول تترك الدكتور في المحل لا يقرأ. أنا حقيقة هذا الكتاب يعني أسعدني لأنه تكلم عن القرية التي ولدت فيها، وقد سعدت أكثر ما أنه بدون ما يعرف دكتور عنان في صفحة 161 حط صورة بيت، وإذ هو بيت والدي في صفحة 161 هذا بيت والدي، ولذلك أنا حسيت حزنا شديدا على أنه أولا هو ظننت أنه بدي أروح أسكن فيه، ولكني بالتالي هذا الحلم أستفقت أنه ليس هو، وبالتالي حزنت حزنا شديدا لرؤيته، يا ليته لم يضعه في الكتاب. ولكنه وضعه دون أن يعرف لما، هو وضعه مجرد صورة ذهب يبدو هناك والتقط بعد ذلك. باقي ثلاث أسطر راح أقولها وهي لأنه عريفة الحفل تقول إنه انتهى. صفوة الكون بهذا الكتاب لأنه كتاب قيم لا يقوى على تأليفه إلا عاشق وقع في غرام قريته التي سمع عنها ووثق فيها في بطول المراجع والمصادر الأجنبية والعربية ومواقع الإنترنت وغير ذلك مما يعني جعل هذا الكتاب يكون يعني متوفرا يمكن بالمعلومات، ولكن يجب أن يقرأ بها، وأن النصوص اللغوية التي وردت في هذا الكتاب يجب أن تقرأ ليس في سياقها الظاهري ولكن في سياقها العام الفلسطيني، وسيكون هذا الكتاب أكثر وأكثر جدوى إذا وضع على شبكات الإنترنت وإذا ترجم إلى اللغة الإنجليزية وإذا حول من شخص ذكي، وأنا أنسب واحد اسمه وليد سيف الدكتور وليد سيف إذا بذكر اسمه أن يعمل له سيناريوهات لكي يشكل منه فيلم سينمائي لكي لا ننسى بيتجه. أشكركم وإلى اللقاء. شكرا يا دكتور محمد خوالدي، لقد يعني دخلت في أعماق 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 الكتاب ولم تترك شيئا من الدكتور أيمن. نرحب الآن بالدكتور أيمن جابر حمودة. عن الدكتور أيمن لمن لا يعرف وهو أشهر من النار على العالم، الدكتور حمودة التحق بكلية الطب في الجامعة الأردنية وتخرج منها عام 1986، ثم التحق بجامعة سيتون هول ومستشفى سانت مايكلز في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة، وحصل على شهادات البورد الأمريكي في الأمراض الباطنية وأمراض القلب والشرايين، وشهادة الزمالة المتقدمة في التداخلات الشريانية، ثم استشاريا في أمراض القلب والشرايين في عمان، وقام بإجراء دراسات وأبحاث عدة في مجال أمراض القلب ألقاها في مؤتمرات محلية وعالمية. وإضافة لاهتماماته الطبية فقد كتب كتابين عن بيت دجن، الأول تحت عنوان بيت دجن كي لا ننسى بيت دجن يافا، فاز فيه بجائزة أحسن كتاب من جامعة فلادلفيا كما ذكر الدكتور إبراهيم بدران، ووصل أيضا القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في العام ذاته، وهو الآن اليوم سيتحدث عن كتابه الثاني. نرحب معا الدكتور أيمن جابر حمودة. دكتور محمد لم يترك لي شيئا، يعني احاول اسمحوا لي اولا ان اتقدم بجزيل الشكر الى معالي الاستاذ الدكتور ابراهيم بدران والاستاذ الدكتور محمد الفوادي على ما تفضلوا به، واسمحوا لي ان اشكركم جميعا على تفضلكم بحضور اشهار كتاب الثاني عن بيت دجن، واشكر كذلك الاستاذ يونس العبادي وموظفي المكتبه العامه المكتبه الوطنيه على رعايتهم لي وعلى دعوتهم لي بأن أشهر الكتاب في هذه الدائرة المهمة في وزارة الثقافة في قائمة تضم 478 قرية
تم ترتيبها حسب تاريخ سقوطها في العام 1948. أخذت بيت دجن الرقم 99. بدأت القائمة بقرية لفتة التي سقطت في 1/1/48، وانتهت بأم الرشراش بين قوسين إيلات التي سقطت يوم 10/3/49. لقد وصل عدد قرى فلسطين عام 48 قرابة 1100 قرية، وبعد انتهاء الحرب في 7/1/49 كان الصهاينة قد سيطروا على 78% من أرض فلسطين، واقتلع 800,000 فلسطيني من أصل 1,300,000، اقتلعوا من 530 بلدة وقرية كبيرة و 145 قرية صغيرة وبعد 60 مذبحة. كانت بيت دجن الواقع على بعد 7 كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من يافا أكثر من قرية عادية، فقد كان موقعها وعدد سكانها ونشاطها الاقتصادي وبيارات برتقالها يؤهلها لتكون بلدة كبيرة أو مدينة صغيرة، واستمر تاريخها من الكنعانيين إلى الأموريين فالعهد الروماني فالإسلام الأول فالعثمانيين فالانتداب، ودوارها مر به آلاف من الناس من أهل فلسطين والأردن وغيرهم، حمل بعضهم بضاعة من غزة إلى يافا، وحمل آخرون ما يصلهم من بضاعة إلى الميناء حملوها إلى عمان حيث مصانعهم ومتاجرهم، وحمل آخرون برتقالهم من اللد والرملة لتصل إلى يافا وتصل إلى عمان. يقول روبرت ماكاليستر الإيرلندي الموظف في صندوق الاستكشاف الفلسطيني في العام 1903، يستطيع سكان هذه البلدة بالوثائق الموجودة العودة بأصولهم التاريخية إلى أجدادهم الأوائل التي أنشأوها أيام الكنعانيين. بلدة عمرها أهلها بالزراعة والتعليم والاقتصاد والنشاط والحياة، لكن الهدوء لم يكن ليدوم في منطقة المستهدفة. في بناية بنيت في العام 1930 لا تزال قائمة ليومنا هذا وعنوانها 30 شارع روتشيلد في تل أبيب، اجتمعت الهجناء اجتماعات عديدة وفيها صدر قرار الطرد عبر ما أسموه ملفات القرى. رسم موظفو دائرة الخرائط الانتداب في الجامعة العبرية خرائط القرى الفلسطينية بناء على معلومات جمعها جواسيس الكشافة والطلاب. جمعوا عن كل قرية جغرافيتها وتاريخها وسكانها وانتماءاتهم وتدريسهم ومدارسهم، ويقال أنهم عدوا شجر البرتقال شجرة شجرة. دخل كشافة اليهود إلى قرى فلسطين وبيت دجن بحجة تطبيق دروس الطبيعة، وحلقت طائراتهم المزودة بالكاميرات فوق القرى تحت اسم رحلات رومانسية أو رحلات تدريب بالطيران. ومن ملخص كل ملف عن كل قرية قدرت الهجناء ما أسموه مؤشر العدائية لاستخدامه كعامل يحدد قوة التنكيل عند اجتياحهم لتلك القرية. يصف كتابي فيما يصف نزول اليهود على رؤوس أجدادنا وأبنائنا في فلسطين متدفقين من أوروبا وروسيا والدول العربية، وقالوا لقد جئنا لنملأ ونعمر أرضا فارغة. نعم لقد كانت فارغة ولكن من اليهود. لقد ركزت الصهيونية في سردها لتاريخ فلسطين على إبراز مملكتهم العابرة كما لو كانت عظيمة مؤثرة، فاخترعوا تاريخها اختراعا. وهذا القول ليس لمؤلف عربي أصدر كتابا في عمان، بل هو الإسرائيلي أصدر كتابه في أكسفورد تحت عنوان The Israel Palestine Question. أصبح تاريخهم العابر هو السائد في المراجع ليحل مكان تاريخ فلسطين العربي تدريجيا ويصبح مرجعية للعالم كما يقول إدوارد سعيد. لم تكن الأرض فارغة عندما جاء اليهود. يقول الباحث جيمس كولر في العام 1820 أنه لم يجد يهوديا واحدا في يافا. وتحدث الصهيوني أمام المؤتمر الصهيوني الثاني عام 1898 قائلا إن الحقيقة الثابتة أن أكثر أرضنا المحتلة هي محتلة من قبل العرب. غير الصهاينة بيت دجن، فمن بين 990 بيتا ومتجرا ومعلما بقي على أحسن تقدير 20، منها بيت والد الدكتور. وأضيف بعد النكبة إلى المشهد عنصر صوتي جديد حل مكان أصوات التفجيرات والقنابل،
إنه صوت الجرافات والجرارات التابعة لصندوق القومي اليهودي The Jewish National Fund. وجرفت بيت دجل ليحل مكان ما بناه أهلها عبر التاريخ كنس ونصب ومعسكرات. كتب يهودي أمريكي من الولايات المتحدة مقالا بعنوان راية إسرائيل ليست رايتي، لكنه لم يجد من ينشر كتابه في أمريكا لسنوات عدة، وحاول كثيرا إلى أن نشرته في العام 1949 مجلة ريدرز دايجست، فهاجمه حاخامات أمريكا ووصفوه بأنه وحش عديم الإنصاف. سقطت بيت دجن في اليوم الأربعاء 28 من نيسان 48، ثم أعلنت يافا مدينة مفتوحة غير محاربة في 3 أيار بسبب ما تعرضت لقصف شرس وعزلت عن قراها الرئيسة 8. الآن لا يستطيع من يقرأ عن تلك الحقبة إلا أن يلاحظ ما حصل وما حصل من هوس صهيوني بطريق القدس يافا، فعليها وقعت مذابح الدير ياسين والخيرية، ووقعت أحداث القسطة والوطرون. ويقول بيغن عن غزوة يافا: كان من أهم أهدافنا السيطرة على يافا وقراها. وقالوا عن سقوط اللد: لولا دخول اللد وما حدث فيها من قتل وتدمير لما قامت إسرائيل. وعاد للرملة بعد عام 1948 جنرال إنجليزي عاش مع الفلسطينيين فقال: لقد تغيرت الرملة، لم أجد فيها شجرة الزينة على باب البيت الذي سكنت فيه، لقد غيرها الإسرائيليون. في 7 تموز 1949 أسس الصهاينة ما أسموه لجنة التسمية الحكومية لاختراع أسماء لكل ما هو في فلسطين من نعلة أو شارع معتمدين على ألفاظ عبرية، حاولوا تحويرها كيفما شاءوا، فأصبحت بيت دجل بيت دجان، ويازور أزور، والسافرية زافرية. ولقد تغيرت يافا، ففي منتزه على بحرها نصبوا لوحة كبيرة كتبت بالعربية والإنجليزية والعبرية، وكتبوا فيها سطورا مزورة عن التاريخ العربي عن يافا متسلسلا من التاريخ القديم للحديث. يقول سطرها الأخير: في 14 أيار 1948 تم تحرير يافا من الحكم العربي. إن التاريخ مهم عند الصهاينة. يقول أيهود باراك: لا يمكن أن نوقع اتفاقا مع الفلسطينيين قبل عام 2028، أي بعد 80 سنة من قيامة بين قوسين إسرائيل، حيث سيكون معظم الفلسطينيين الذين عاشوا النكبة قد ماتوا، وسيبقى القليل من سمك السالمون الراكب بالعودة إلى مسقط رأسه. إنما جعل الفلسطينيين لن ينسوا ولا ينسوا وجعلهم يواصلون حياتهم رغم الصعوبات، وأن ما حل بسكان قرى فلسطين حل بمجتمع زراعي متقدم لا يقل تقدما عن أي مكان في بحر الأبيض المتوسط. وأخيرا، فما دامت الأجيال العربية والفلسطينية تذكر وتكتب عن فلسطين، فإن وجود هذه الأجيال التي لن تنسى سيكون الثمن الباهظ للوجود الإسرائيلي. يطالب إدوارد سعيد أن يظل السرد محفيا ليبقى الفلسطينيون مرئيين للعالم الذي أصر على عدم سماعهم أو رؤيتهم. ففي مقالته المشهورة تحت عنوان إذن بالكلام، يطالب سعيد أن يحمي الفلسطينيون روايتهم من الدعاية الإسرائيلية، فيقول: نحن نقاوم ثقافة القوة بقوة الثقافة. وشكرا لكم. أيقونة بيت دجن يافا على طريق البرتقال والنضال، لتبقى بيت دجن حاضرة في الوجدان مستعصية على الإسيان جيلا بعد جيل إلى أن ترفع رايات النصر والعودة والتحرير. أدعوكم للضيافة في القاعة المجاورة والتوقيع على الكتاب، علما بأن ريع هذا الكتاب كما هو كتابه الأول هو لصالح جمعية بيت دجن يافا. أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم.